ذاك قانون الموازنة. زين، قانون الموازنة صار قرار للسيادة في حينها اللي هي التحالف انه احنا مو مع الموازنة الثلاثية، وصار اجتماع في بيته وتحدثت بأريحية كاملة انه انا قاعد اناقش وضع داخلي. ثاني يوم الجلسة وانا كانت اذا تتذكر كنت ماخذ اجازة، جت فترة اخذت اجازة بما يتعلق بهذا القانون، ماخذ اجازة، فريق النيابي للسيد الخنجر الصبح دخل الى الجلسة بخلاف ما متفق عليه مساء. طيب، والاتفاق صار في مقره وعنده ورايح ناقل كلام كثير للسيد رئيس الوزراء وزايد لمن عنده. يعني انت ما ذكرت قبل شوي كانت علاقتكم جيده وبعدين انه الحلبوسي ضد الحكومه، ما يريد الحكومه ها، يعني جزء من هذا فريق الخنجر خرب والى اخره، واني راح ادخل وياك للجلسه بس مو بعدين انت وياك تتراضون واطلعاني خالي الوفاض. هيك قالوا له بالنص من تبعت السوداني، قالوا له هو يقول له الخنجر يقول للسوداني. نعم. من تبعت ورا الموضوع لقيت صادر مدير قسم الاستثمار سيد السوداني مخلي او موجه باصدار امر رئيس قسم الاستثمار بالوقف السني ابن محمود المشهداني. طيب، شايل تليفون على السيد السوداني، هذه ما وصلني سيد الخنجر، قال له هذا الموقع وبالوقف ومهم وبالنسبه لنا كذا، قال له انت مو البارحه او انت مو متفق انه ما تمرروا لي الموازنه، فيعني ليش تطلب مني؟ فالمقايضه على قانون الموازنه مدير قسم. عجيب. بالوقف الشيء بالوقف السني. قضيه تتعلق بدوله وتتعلق بموازنه وتتعلق باستراتيجيه واستحقاقات. انا ما اقدر اشارك شراكة، ولذلك احتفظت بالمرحبه وظلت المرحبه موجوده، مشت تصاعد وتنزل. زين، والتنافس واصل الى اشده. قسم منهم يعتقد انه بالعقبه امامهم انه يتسيدون المجتمع هو الحلبوسي، المجتمع السني. فبقاء الحلبوسي يبقون هم بالخلف، فما امامهم الا الانقضاض على الحلبوسي وازاحته والى اخره، واشتغلوا اللي قدروا عليه. اللي قدروا عليه، ولذلك انت ما قصرت اليوم. شو اليوم انت قريب، اللي يطرح بانه انت اليوم قريب جاي